طب ماشي، شكرا يا شيخ. الآن أنا أسألك، تفضل. أنت أخي الكريم، إذا كانت أختك الكريمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نبي السنة، تقبل والله الفاجر؟ الفاجر يدخل عليها للبيت وهي بلا حجاب؟ أختي بتصير زوجة النبي؟ نعم، هل تقبل أن يدخل عليها الفاجر للبيت للغرفة وهي بلا حجاب؟ أعوذ بالله. أعوذ بالله. نبيك كان يقبل هذا على الأساس قبل آيات الحجاب. لا لا، مش صحيح. ادخل على الجوجل. جوجل؟ ما فيش عندي انترنت. بس افتح الميكروفون الخارجي للهاتف وادخل على الجوجل معي. طب ماشي، دقيقة بالله. تفضل. شو اكتب: اكتب؟ ايوه يا رسول الله، ايوه يدخل عليك البر والفاجر، أو يدخل على نسائك البر والفاجر. الموضوع الأول. أيوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت لعنة ربي الله في عليه. ثلاث، وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فانزلت واتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وقال خلاص خلاص، توقف. وبلغني معاتبه. خلاص خلاص، البر والفاجر كان يدخل على عرض نبيك، وعرض نبيك بلا حجاب، وعمر هو الذي طالب بالحجاب. صحابي عمر؟ اي مش معقول، عفوا، مش معقول. امامك انت، مو جاي تقرأ. من موافقة الرسول طبعا، أكيد عفوا، موافقة الرسول، يعني الرسول حكى له ما وهو حكى له. نفذ. لا، ما حكى له، ما حكى له. الرواية أمامك، نبيك كان راضي الفاجر يدخل على عرضه، عمر ما كان قابل. ربك سمع كلام عمر، نزل الآيات. نبيك كان عند الوضع عادي متونس. طب ما هو عمر صحابي، أكيد يعني الله بيسمع كلامه. أنا أعرف عمر أعلم من الله عز وجل، أنا أعرف، بس أتكلم على لا نبيك. استغفر الله، نبيك استغفر نبيك الله. ليش نبيك كان متونس على الفاجر يلعب بعرضه، يدخل على عرضه؟ أنت تقبل هذا؟ أختك زوجة النبي؟ أعوذ بالله يا شيخ، لا بتحكي شيء يا زلمة. تعوذ بالله من النبي، من عمر، من منو؟ من هالحكي؟ طيب هذا أمامك الحكي، أنت أمامك بالصحيحين. مين قال هذا؟ في صحيح البخاري ومسلم، هذا مروي بالصحيحين. أنس بن مالك. بغض النظر، مروي بالصحيحين، لا تسأل عن مين، بمروي بالصحيحين، يعني في أعلى الرتب، لا تسأل عن السند. أنت والله قبل قليل، شغال. أنت قبل قليل كنت تدافع عن الرواية، الآن رجعت مرة ثانية، صارت عندك انتكاسة، ليش؟ صعبة؟ والله شغال قوية هاي. قوية. الله الله الله، حلوة قوية. والله قوية يعني. طيب والله برضهاش أختي يا زلمة. طيب خلينا نعطيك لفظ ثاني بعد أقوى، اكتب بالجوجل. شو بكتب؟ اكتب: فلو أمرت نساءك بالحجاب. ايوه، فإنه يكلمهن. طلعنا نفسه. ادخل ادخل، ايوه، اقراها اقراها، هاي الثانية، هاي لفظ ثاني، هذا لفظ ثاني للرواية، يعني توضيح أكثر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعنة وافقت ربي في ثلاث،
فقلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذت من مقام ابراهيم مصلى. وآية الحجاج قلت يا رسول الله لو مت نسائك يحتجبن فإن يكلمن البر والفاجر فنزلت آية الحجاج. توقف توقف، لاحظت هنا اللفظ تغير، يكلمهن يعني كان يدخل البيت يسولف وياه عن الفاجر، وهن بلا حجاب، بلا أي حجاب، يعني عميطة. عفوا بيدخل عمين على عائشة وحفصة على نساء النبي، أغفر الله. مهم العذر السني، تعرف ماذا يقول؟ إيش يقولون؟ ما كانت نازلات آيات الحجاب. أمير قريشي ماذا يقول؟ يقول لماذا نبي السنة لم يفكر كما فكر عمر وحجبهم؟ صح لو مو صح؟ يا زلمة هم كانوا بيلبسوا نقاب أيام زمان، مش فيش حجاب. أحسنت أحسنت، ولذلك عمر ما جاب هاي النظرية من مؤخرته، أقصد من عقله، ولا هو عقله مهم يعني، ما جاب هاي النظرية من عنده، هو كان يشوف النساء اليهوديات والمسيحيات والروميات وغيرهم يلبسون حجاب، فهو عرض الشيء على أيوة. نبيكم كان موجود، طيب نبيكم ليش ما ستر نسوانه؟ يقولون ما سترهن، عمر سترهن وأنزل آيات الحجاب بعدما كان يدخل الفاجر على عرض نبي السنة، وعرض نبي السنة بلا حجاب. والله يا شيخ هذه الرواية قوية، يعني بحس فيها تدليس. لا لا ما بيها تدليس، لا لا مروية بالصحيحين. لا والمشكلة مو واحدة حتى تطعن بيها، يعني كثيرة جاءت بألفاظ كثيرة، أسناد كثيرة، فما تقدر محاصر. أنا متابعك من زمان، أنا متابعك من زمان وشايف كل محاضراتك، يعني الصراحة بقول لك يا شيخ إن السنة بيحترموش الرسول نبينا صحيحين، في شيء له احترام، يعني ما بيحترموا النبي. طيب أنت بتحترموه؟ أنت لاحظت هذا الشيء؟ حلو ما شاء الله والله عن جد. طيب ليش باقوا وياهم؟ ليش ما صريح معك؟ ليش ما تطلع من السنة؟ ليش باقوا وياهم؟ من على حافة الباب والله. على حافة الباب، جيد، هذا ان شاء الله يدفعك هذا الحديث، يطيرك من الحافة بغيرة. والله قوية شو قوية، بغيرة ما يصير، يعني انت محترماتي لك، تخيل اختك انت مشرف بنبي السنة، تخيل وطبعا اختك تلقيهم اثنين ثلاثة فجار وهي بلا حجاب، تقولي لها ها بفجرهم، ها تفجر بسم الله بفجرهم. اي في شيء عندنا يا زلمه؟ ما في شك. اي شوف، اما النبي عند السنة عادي، ماكو اي مشكلة، الوضع طبيعي، مستمتع اصلا. استغفر الله، والله قوي يا شيخ. اي غوية. شكرا لك يا شيخ، شكرا لك. راح تبحث؟ ايوه. يلا انتظر اتصالاتك. جيد، شكرا، يا هلا بك، ان شاء الله، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.